هبتدي بقى نتكلم على الفوتونز وهي بتتحرك ايه اللي بيحصل لها بالظبط. فطبعا لو احنا بنتكلم على الترافلنج اوف فوتونز ان فاكيوم، الفوتونز بتتحرك بستريت لاينز، ما بتروحش لا هنا ولا هنا، بتتحرك في ستريت لاين من السورس طول ما هي ماشيه، بعد كده بتفضل ماشيه ستريت لاين. النقطه بقى ان احنا لما بنتكلم على ان الفوتونز دي بترافل ثرو ا ماتر، وبيبقى في عندنا الان ما هياش بتساوي واحد، يعني ان مختلفه اكبر من الواحد طبعا، بيحصل ان apparent slowing down للايه للفوتون ده. اللي بيحصل ساعتها ان احنا ممكن نشوف ان الفوتون ده الويف فرونت بتاعته بتتغير. بس النقطه ان في حاجه تانية كمان مهمه، ان ممكن يحصل له حاجه اسمها scattering او حاجه اسمها absorption. يعني ممكن الفوتون نفسه يعدي من خلال الميديم ده ويبقى بس مجرد يحصل له slowing down، او ممكن ان هو يحصل له scattering او absorption. اوكي، فscattering ده هنتكلم عليه النهارده عباره عن ايه، والابزوربشن برضه هنتكلم نوري عباره عن ايه. اوكي، فبيزيكلي مثال على كده ان الفيزيبل لايت داز نوت جو ثرو وولز. لو انا عندي مثلا بطاريه، والبطاريه دي بسلطها على الحيطه مثلا، مفيش البطاريه دي ما بشوفهاش من الناحيه الثانيه، فمعنى كده اللايت ديد نوت ترافل ثرو الوول. الحاجه الثانيه لو انا ببص برضه على اللايت اللي جاي لي من الشمس، هلاقي ان انا بشوف لون السماء ازرق، وهشوف برضو ان انا لون السحاب بلاقي ابيض، فمعنى كده ان في عندي جزء من اللايت اللي هو عدى في خلال السماء، في خلال اللي هي الاتموسفيريك لايرز، في حاجه حصلت له بحيث حاجات عدت وحاجات ما عدتش، يعني اللون الازرق بس هو اللي عدى والباقي ما عداش. وفي الوقت نفسه ممكن ابص الاقي ان برضو الكالر بتاع الكلاودز معناه ان برضو في حاجات برضو عدت وفي حاجات ما عدتش. كالعادة في الفيزيكس لما نكون عاوزين ندرس فينومينا معينة، عايزين نبتدي نتكلم عليها بشكل اكسبيرمنت معينة مبسطة، والاكسبيرمنت دي بتيجي بعد كده نطلع منها الجنراليزد فورمولاز اللي بتحكم لنا الفينومينا دي. فهن imagine that we have a distant source of photons that travel in straight lines and that we collimate and that we collimate the beam. يعني ناخد جزء صغير من البيم اللي احنا بيجي لنا ده من ال distance source ده. distance source معناها احنا جاي لنا ال parallel rays. لو احنا عندنا حاجة بعيدة زي الشمس مثلا، نتوقع ان ال rays اللي جاي لنا اوكي جاي لنا كان parallel rays، يعني rays كلها parallel لبعض. لو انا عملت collimation يبقى خدت جزء صغير من ال rays اللي جاية لي دي. اوكي، فمعنى كده ب assume ان انا عندي nearly parallel beam of photons، وهي imagine بقى ان انا عندي القدرة على ان انا تراك كل واحدة من n photons in the beam. يعني تخيل ان البيم ده مكون من n photons، وانا هعرف كل واحدة من ال n photons دي راحت فين بالظبط. ده المثال اللي انا بتكلم عليه. لو انا تخيلت ان عملت ده البيم جاي لي من بره كده، عبارة عن waves كلها او beams كلها parallel لبعض، انا عملت له collimation. يعني collimation ده بيخلي فيه جزء من البيم هو بس اللي يعدي، وجزء اللي هنا اللي عدى هنا وعدى هنا، او جه هنا سقط هنا وسقط هنا ما عداش. هتخيل بقى ان انا عندي في ده الماتيريال بتاعتي اللي انا عايز ادرسها، انا حطيتها دلوقتي قدام البيم، اللي هيحصل فيه ثلاث حاجات ممكن احتمالات موجوده تحصل. يعني اول حاجه ان البيم ده يعدي زي ما هو، زي ما احنا شفنا هنا وشفنا هنا وشفنا هنا وشفنا هنا وشفنا هنا، بيعدي في نفس اتجاهه وكل حاجه، مفيش اي اختلاف حصل خالص. ممكن يكون ابطأ شويه هنا، بس في الاخر هيعدي في نفس الاتجاه بتاعه بالظبط. لو في فوتون معدي هنا، الفوتون ده هيعدي مش هيحصل له اي يعني تغيير في الدايركشن بتاعه خالص. الحاجه الثانيه بيحصل حاجه اسمها سكاترينج. سكاترينج معناه ان البيم بيجي وهو ماشي جوه الماتيريال بتاعتي دي يغير اتجاهه ويمشي في اتجاه تاني، زي ما مشيت هنا كده او زي ما مشيت هنا كده. ممكن التغيير ده ممكن يبقى لورا، ممكن يبقى قدام، ممكن يبقى في اي اتجاه. السكاترينج باي ديفينيشن بيبقى له، يعني ممكن يتحرك في 360 درجه. نفس الكلام هنا بالظبط، ده سكاترينج برضه، طالما غير اتجاهه بيحصل سكاترينج. اوكي، الاحتمال الثالث بقى هو الابزوربشن. ابزوربشن معناه ان في عندي فوتون ماشي كده، وانس ان هو دخل جوه هيحصل له ابزوربشن جوه الماتيريال. فالابزوربشن ده معناه ان هو مش هيروح في اي حته، خلاص هو امتص بالايه، بالاتومز الموجوده جوه الماتيريال بتاعتي دي وخلاص، وضاع ما بقاش موجود. نبتدي بقى نحط فورمولاز علشان الحاجات اللي حصلت دي. هقول ان انا عندي نوعين من التغيير. التغيير الاولاني اللي هو دي ان اس، اللي هو دي ان سكاترز، وفي دي ان اي اللي هو الدلتا بتاعت الان اللي هي ابزوربت. هعرفها ان هي عباره عن ميو اس في ان في دي زي. اوكي، ميو اس ده، ميو اس في دي زي ده بيقول لي ان هي في نسبه معينه
النسبة بتاعت الفوتونز اللي هي هتمتص كام؟ هضرب النسبة دي في عدد الفوتونز عشان اعرف الدلتا او الدي ان دي هتساوي كام. نفس الكلام هنا بالظبط، بس هيبقى عندي ميو ايه، ميو اتنيويتد او ابزوربت. اوكي، دي ان بقى اللي هي التوتال. يعني انا دلوقتي لو بتكلم على البيم بتاعي ان هو طلع منه قد ايه، طلع منه كام فوتون اوت اوف العدد اللي هو كان داخل، واتخيل ان السكاتر ده هيبقى فقد زيه زي الاتنيويتد بالظبط. فاللي حصل هنا ان هلاقي عندي المجموع بتاع الاثنين دول هو عباره عن دي ان، ودي ان طبعا لازم تكون نيجاتيف عشان انا الان بتاعتي بتقل. انا لا يمكن ان انا ادخل مثلا 100 فوتون ويطلع لي 110، لازم يطلع لي اقل. فمعنى كده ان الدي ان بتاعتي هتبقى دايما نيجاتيف ساين. اوكي، فلو حطيت بقى عواطم الايكويشن دي هنا هلاقي ان الكلام ده بيساوي ماينس ان ميو اس بلس ميو اي في دي زي. لو انا بصيت على الايكويشن دي كده انا ممكن احطها بشكل دي ان باي دي زي بتساوي كونستنت في ان، وده شكل الاكسبوننشال كيرف اللي احنا متعودين عليه وشفناه قبل كده. فهيطلع لنا على طول ان اوف زي بتساوي ان نوت اي تو ذا ماينس ميو في زي، والميو دي عباره عن ميو اس بلس ميو اي. ده الكلام اللي هو في الاخر شفناه في شكل حاجه اسمها البيرز لو، ده اللي مستعمل في حاجات كتيره جدا منها اجهزه التحاليل الطبيه طبعا في غايه الاهميه، ولو ابلكيشنز لا حصر لها. اوكي، بسمي الميو بتاعتي دي توتال لينير اتنيويشن كوفيشنت، بسمي الميو اس وميو اي لينير سكاترنج وابزوربشن كوفيشنت. وطبعا من الايكويشنز اللي احنا شفناها من شويه دي اللي اللينير اتنيويشن كوفيشنت بيساوي مجموع الاثنين دول، مجموع ميو اس زائد ميو اي.